السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة معرفة رصيد فودافون. طبعا في أكواد وكلام من ده، لكن أنا هقول لكم على أفضل طريقة ممكنة إن احنا نستخدم بيها ونعرف كل حاجة تخص خط الموبايل بتاعنا فودافون، اللي هو من خلال أبليكيشن أنا فودافون الموجود على المتجر. تمام، يبقى بنروح على المتجر، لازم تسطب أنا فودافون. تمام، متجر بلاي، تكتب أنا فودافون لو الناس مش مسطبة، ده بالنسبة للناس اللي مش مسطبة. تمام، انا فودافون. تمام، زي ما احنا شايفين كده بتعمل تثبيت، انا عندي هنا فتح لان انا فاتحه، هفتح. لكن قبل ما افتح لازم تخش على بيانات الهاتف، يبقى بيانات الهاتف وهعمل كده. خلاص انا بقيت على بيانات الهاتف، ارجع وهقول له فتح. تمام، انا بعد ما بعمل فتح بيجي لي القايمة اللي قدامي دي. كلام سليم، قايمة سهلة جدا. طب انا عايز اعرف رصيدي كام، اهو كلمة رصيد قدامي، سهلة جدا جدا. طريقة معرفة الرصيد اهو، ادي الرصيد بضغط عليه، قال لي يا عم الحاج انت رصيدك دلوقتي 13 جنيه مش عارف وكام، لو عايز تشحنه اشحنه، اعرض تفاصيل الرصيد. تمام، ادي تفاصيل الرصيد بالدنيا اللي اتاخدت مني بالمصاريف، الكلام ده كله بالتاريخ اهو. تمام، كلام سليم. طيب لو انا عاوز اعرف الباقات اللي انا مشترك فيها بشكل بسيط، دي طبعا تخطي الاعلانات، بس شايفين احنا اللي فوق ده بودي اليمين، بيقول لي انا دلوقتي ده استهلاكي، انا معايا 1030 متبقي من 2000. بروح يمين كده بلاقي ان انا الانترنت عندي سالب 44 متبقي، الانترنت خلاص خلص عندي، لسه اليومين للتجديد ومفيش عندي حاجات تانية. يبقى دي باقة الانترنت ودي الاستهلاك الخاص بالفليكسات بتاعي، وده الرصيد موجود تحت اهو. ولو عاوز اعرف كمان رصيد فودافون كاش من كمية المزيد، وبروح على كلمة فودافون كاش، وبكل سهولة خالص خالص بحط الباسورد بتاعي، بضغط على معرفة الرصيد وبحط الباسورد بتاعي اهو، بضغط على كلمة رصيدك احط الباسورد بتاعي وبقول له، بيقوم ظاهر لك الرصيد الموجود عندك في فودافون كاش بكل سهولة. أتمنى يكون الشرح واضح وسهل بطريقة معرفة رصيدك على فودافون من خلال تطبيق أنا فودافون، والسلام عليكم ورحمة الله.